أستاذ وليد، هل تعتقد أن العهد القوي نجح كما يريد في قبع الحريرية السياسية بكل رموزها، ولم يبقى من رموزها إلا حاكم البنك المركزي رياض سلامة؟ الحريرية السياسية سبق وأجبتك، يعني لن أستفيد لماذا سعد الحريري الشيخ سعد انكفأ عظيم. انكفأ عن العمل السياسي مرحليا أو نهائيا لست أدري. أما هذا العهد القوي حرق ديننا سوري حرق دين البلد بهالقوة الهائلة. ما بعرف هذا كلمة العهد القوي، كلمة الرئيس القوي، هيدي يعني هيدي تعبير كمان استخدم بمرات ومرات من أيام الله يوجه له الخير الشيخ أمين جميل إلى ميشيل عون إلى قبله. طيب بس ما هذا القوة هي في المؤسسات، القوة هي في المؤسسات. لذلك خلي يترك بكرامته كمان الرئيس ميشيل عون، ويتركنا هو وصهره، يتركنا ونمشي. قلت لك هلا اذا سالتني سؤال عن رياض سلامه، رئيس البعثه الاقتصاديه بالسفاره الفرنسيه اسمه ريكول فيس، بتصور عامل مقال من يومين او عامل انترفيو من يومين بالاوريون لجور. صحيح شفتها. يقول رياض سلامه هلا مندوبكم في بالاوريون، بمندوبكم في شو اسمها هيدي في البنك الدولي، اوكي، تغييره هلا قبل الانتخابات بيعمل تاخير بالمشروع اللي ابتدى. يعني كيف ابتدى؟ اخيرا يقال انهم وحدوا الخسائر. صحيح. بين البنك المركزي، بين المصرف المركزي، وبين المصارف. صحيح. بين المصارف، بين الدولة والمصرف المركزي، وبين وحدوها. صحيح. اخيرا. ايوه، اهم شيء كان في ثلاث ارقام. اهم شيء من حمل المودع مزيد من الخسائر، المودع المتوسط والصغير، كي لا يساء فهمي. لذلك طلبت او طالب الكابيتال كنترول الذي رفض بالاجماع انذاك بعد شهرين من الانتفاضه. بس اليوم تو ليت. I don't think it's too late. يمكن من مطالب الصندوق النقد، لست خبير صندوق النقد. طيب استاذ وليد، شو روحنا فرص اكيد. طيب تعيينات، يعني انت